الأزمات التي يتخبط فيها لبنان لم تعرقل مبادرة فادي داو المزدهرة قيد أنملة، فشركة مالتي لين تقدم منتجا فريدا لحث عملائها على التجارة مع شركة مقرها لبنان. الهدف من الشركة to develop products، تنصنع نبتكر ونصنع products للتكنولوجي. عنا HTP Academy يلي هو Applied Training للتعليم التطبيقي وtheoretical. عشت 25 سنة بأمريكا بس my heart never left. صار هدفي انه بدي اعمل شيء من لبنان، نخلق فرص عمل للشباب، بدل ما نصدر شبابنا نصدر برودكتس يلي مخترعينهم ومصممينهم وعاملينهم بلبنان لدول العالم. شركة مالتي لين تنتج معدات اختبار وقياس للبنية التحتية لمراكز البيانات، ومن بين عملائها الدوليين شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وابل وجوجل. هيدي وحدة من 500 برودكتس عاملينهم بهودي نوع البرودكتس، هودي بسموهم Interconnect برودكتس للداتا سنتر لل 800 جيج. صرنا نمبر 1 ان ذا وورلد. اكيد كل برودكت مكتوب على ميد ان لبنان، وكل جمعه بنشحن 5000 قطعه ميد ان لبنان. في وقت تتظاهر معالم الانهيار الاقتصادي، اطلق فادي في بلدته حديقه حمال للتكنولوجيا HTP بهدف توسيع انتاجه. بحاجه لبنان لقوانين مهمه لنخلق مناطق اقتصاديه حره تقدر تشتغل بالتكنولوجي، تنقدر نستجلب شركات اجنبيه من برا. في ناس كتير عم نرجع نردهم على لبنان، هودي PhDs يعني بوست دوكس، وعم بيكونوا تيم ليدز. الوظائف يلي فينا نخلقها أكثر بكتير ما لبنان قادر ينتج، وقادرين نرجع نحول الانكم بير كابيتا، نرجع نطلعه 10x وما بدها كتير. هجرة الشباب لم تعد محتملة في بلد تنهار قطاعاته تدريجيا، فيما شركة مالتي لين تمنح فرصة للشباب للبقاء في البلاد، لا بل تشجع المغتربين الراغبين في العودة إلى لبنان بعدما أرغمتهم الظروف الصعبة على الهجرة.